فتشابتر 1 بالجو برو بيقول لك اريك كواري انه نتورك ماركتينج هي مش احلى شيء ولكنها هي افضل من كتير شغلات نحن عم نشتغلها. بيسالك هل انت حاسس انه انت ما عندك وقت راحه؟ هل انت حاسس انك مش راضي عن حياتك او عن شغلك؟ هل انت بتشعر انه في طريقه تاني ممكن في طريقه تاني للشغل وللعيش؟ اوكي، الخبر الحلو انه في طريقه تاني ولكنها مغايره عن الاشياء اللي نحن بنعرفها. اوكي، بقول انه انا وقت اللي كنت سافر واحكي كثير مع الناس حول العالم، كنت العب معهم لعبه كثير حلوه واسالهم شو الشغلات اللي بتحسها انه هي تعمل لك شغل مثالي، شو الكاركترستكس او شو الصفات اللي موجودين يلي بتحسن انت اذا كانوا موجودين بشغلك بيكون هيدا شغلك مثالي. بقول لك انه انا طالما انا وياك هلا مش عم نحكي وجه لوجه، رح انا لخص لك الاشياء اللي قالوها الناس حول 30 بلد. اوكي، فإذا الشغلات اللي قالوها اللي ما بدهم إياها يكونوا موجودة بالشغل المثالي تبعهم، والأشياء اللي لازم تكون موجودة ليكون شغلهم مثالي. فبيقول لك إنه أول شيء الناس ببلشوا يسموا الأشياء اللي ما بدهم إياها بشغلهم، يعني ما بدهم يكون في فوق منهم مدير، ما بدهم يقوموا الصبح ويركضوا على وظيفتهم، ما بدهم يعيروا الألارم ويقوموا الصبح يوعوا بكير، ما بدهم يتعاطوا مع الموظفين، ما بدهم يكون في سياسي، ما بدهم يكون في تمييز بين بالشغل، ما بدهم يكون الوظيفة تتطلب منهم شهادة. بعدين بيرجعوا ببلشوا يحكوا عن الاشياء البوزيتيف، اوكي، اللي بدهم اياها، يعني بدهم شيء يكون بوزيتيف، بدهم شيء يكونوا عم يشتغلوا ببرودكت حلو، ببرودكت رائع، بمنتج رائع، بدهم يكون معاشهم انليميتد، يعني كتير كتير كبير، اوكي، بدهم يكونوا عم يعملوا مصاري كمان مش كتير بلا ما كتير يتعبوا، بدهم يكونوا عم يشتغلوا مع ناس هن بحبوا يشتغلوا معهم، بدهم يكون في عندهم حرية بالوقت، بدهم يشتغلوا بشيء له معنى. كمان بيقولوا انه بدهم هيدا الشغل يعطيهم تطوير لذاتهم، يكون في كتير بونسز او بروموشنز، يعني يكون حول العالم انترناشنال، يعطيهم يطور لهم المعاش تبعهم او يطور لهم الموني تبعهم، ويكون ما في كتير مخاطره، ويكون البدايه فيه هي يعني فيهم يبلشوا بمبلغ قليل. اوكي، أكيد هلا أنت فيك تزيد أشياء من عندك إذا أنت بتحب بعد أشياء تحطها بهيدا البزنس البيرفكت اللي عم نحكي عنه، أوكي؟ فإذا تخيل أنت فيك تكون عم تشتغل بشغل مثل هيدا الشغل.